ماليزيا المخلوع الصالح والحوثيين لا تتوقف عن ممارساتها الابتزازية للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، ومصادرة قوافل الإغاثة والسفن الإغاثية وتوزيعها لمقاتليها أو احتجازها على مداخل المدن وعدم السماح بوصولها لمستحقيها. على مداخل مدينة تعز المحاصرة احتجز الإنقلابيون أكثر من 30 قاطرة محملة بالمواد الإغاثية، واشترطوا حصولهم على الأسماء التي ستوزع لهم قبل السماح بدخولها، علاوة على مصادرتهم العديد من مواد الإغاثة، وهو ما يهدد الكثير من المنظمات الإنسانية بالتوقف. ممارسة جماعة الحوثي صالح في مسألة إعاقة المنظمات الدولية والعاملة في بلادنا هي عمل إعاقي لهذه المنظمات، تمنعها من الدخول في ممارسة عملها في محافظة تعز وخاصة المدينة، وقد تسببت في إعاقة كثير من الإغاثات التي كانت داخل المدينة واحتجزتها خارج نطاق المدينة. هذه الأعمال طبعا مع تكرارها جعلت هذه المنظمات تغادر منها اليمن. اختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني في اليمن وسيلة إرهاب لا تكف الميليشيات الإنقلابية عن ممارستها. آخر الاختطافات تلك اختطاف 40 عاملا في الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة ذمار، والذين يعملون بدعم من المانحين على دعم المجتمعات المحلية من أجل تجاوز ظروف الحرب. سبق ذلك مضايقات بعثة منظمة أطباء بلا حدود في محافظة إب، والذي دفعها لمغادرة اليمن. كان هناك اختطاف لعدد من الناشطين في محافظة تعز، منهم نور الدين المنصوري وصدام العامري، بالإضافة إلى مشتاق الفقيه. وأيضا هناك مضايقات للمنظمات الدولية مثل منظمات أطباء بلا حدود وأيضا الصليب الأحمر. إذن هي ممارسات لا يتضرر منها سوى الشعب اليمني. الانتهاكات والأعمال الإرهابية هي الوسيلة الوحيدة التي تجيدها الميليشيات الإنقلابية في اليمن، حتى عمال الإغاثة الإنسانية والإغاثية لم يستثنوا من ذلك، هكذا يقول اليمنيون. محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز.